السلام عليكم في ناس كي داير لاباس عليكم صحتكم لاباس المهم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنت جالسه كنشوف مع هذا البيت غادي نخملو وحتى ديك الصاله واخا خمناها ولات دخلت ليها الرام ديال الغبره مع داك البالكون دوك الشاجم كيبقاو محلولين وانا كتقضي عليا الغبره فغادي نولي نخملهم. حتى جو مراد قال لك انت اللي غادي توجدي لنا اليوم الفطور من الاول حتى الاخر والسحور حتى هو، وانا ما كنتش عواله على هذا الشيء وجاني معطل شويه. دابا راه مشى الحال واحد شويه حيت الا بغيتي تعلم الا بغيتي الواحد يوجد لك هذا الشيء كامل خصك تعلمه بكري. هو جاني حتى الاخر ولكن ان شاء الله غادي نجمعوا الوقفه ونتدارك الموقف ونوجد ان شاء الله كل شيء في الوقت. ومع زربه يا ربي غير صدق ليا كل شيء وما تحطش في شي موقف خايب، حيت ملي كتكوني في دار جوزتك اول مره وغادي تطيبي بزاف ديال الحاجات عرفتي كيجي واحد ستريس خطير، وخا تكون ديك الحاجه ديما كتصدق لك غتجيبك حتى لداك النهار وما غاديش تصدق. كنحس براسي البنات بحال راني في شي امتحان. وقبل ما ندوزو لتمارا وهذا الشيء كامل اللي غادي نوجدو اليوم، بغيت نقول لكاع البنات والعيالات اللي باغين يخدموا من دارهم بلا ما تحتاجي لا تخرجي لا حتى شي حاجه غير من دارك وبتليفونك تقدري تضمني واحد الصالير اللي يقدر يجيك كل شهر، حيت كاينه بزاف ديال البنات وعيالات كيبغيو يخدموا كيبغيو يعتمدوا على راسهم في شي حوايج ولكن ما كيلقاوش كيديروا، حيت كاين اللي عندها ظروف كاين اللي عندها وليدات كاين اللي رجالاتهم ما كيخليهمش يخدموا. فهذه هي الفرصه ديالك فين تبداي خدمتك غير من دارك وبتليفونك صافي وتقدري تضمني داك الصالير اللي ديري به بزاف ديال الحاجات. غادي نخلي لكم النمره ديال السيده هنايا اللي غتتواصلوا معاها، راه الله يعمرها دار غادي تعطيكم الوقت ديالكم الكافي في الشرح وتشرح لكم كل شيء وتبقى معكم حتى تبداو الخدمه ديالكم. كما قلت لكم من الدار الخدمه البنات هي اوريفلام ولكن ماشي كما كيحسب لكم، حتى تخدموا حتى على التسجيلات كل ما سجلتوا كل ما كيطلع المستوى ديالكم وكيولي عندكم صالير مع الشركه اللي كيبدا من 1000 درهم حتى 10000 درهم. وهاد السيده هذه اللي حطت لكم النمره ديالها وغادي تتواصلوا معها باش تفهمكم اكثر من هادشي اللي كنقول لكم انا، حتى هي تبارك الله وصلت لواحد المستوى اللي زوين والناس اللي خدموا معاها حتى هما وصلوا لواحد المستوى اللي غزال تبارك الله. فحتى نتوما اللي بغات تبدا الخدمه ديالها الله يوفقكم ويعاونكم، لكن البنات حاولوا تبداو اللي باغا تخدم تبدا في هاد الايامات هادي يعني في هاد السيمانه، حيت كاينين دي كادو زوينين مع العيد وداكشي دايرين لهم كادوات زوينين وبزاف ديال الحاجات اللي زوينين يعني اللي تقدروا حتى نتوما تستافدوا منه. يعني اللي بغات تبدا الخدمه ديالها من الاحسن تبدا في هاد الايامات هادي باش تستافد اكثر. المهم البنات صافي غادي تواصلوا مع هاد السيده هادي غتفهمكم كلشي وتشرح لكم كلشي بالتفاصيل، وصافي البنات الله يوفقكم كاملين ويسهل عليكم كاملين. ودابا ندوزو للفيديو ديالنا. المهم الاخوان حنا دابا جينا للكوزينه ديال امي حدوم. المهم كما كتشوف حتى مزاره راه مهبطه كامل، داكشي اش كتشوفين انا راه معايا يلا جاي هو هذاك بالضبط باش يبان لكم حسن الله كاين الكونطوار. انا غا مراقب قالت لكم راه انا غا مراقب وما راه خدامه قلت لي سكوز ما تقول والو صافي ما نقول والو. المهم الاخوان دابا غادي نبداو في تمزارة وجدات لي خيزو عطاتني المهمة الصعبة قالت لي نقي خيزو وحكوا في الحكاكة ونقي خيزو وحكوا في الحكاكة اش غادي نقولوا شي حاجة ما كنت نقولوا والو. يلاه المهم دابا نبدا معاكم انا اول حاجة غندير معاكم محنشة ديال المالحة ديال الكفتة وداكشي كتجي ساهلة وعندك ساعة ندوزو للخرين. نوشر نبداو بالفاعي حنشة يلاه. هنا مراد كيقطع ليا البنات الخضره حيت دخلت للكوزينه معطله وضروري ماشي واحد يعاونني، وانايا دابا انا وياه في الكوزينه صافي غادي نقلي هذه الخضره هذه كامله باش ما تدركش البنات عرفتي. دابا راه كنت مدروكه فهذيك الوقيته والمغرب جايه وانايا كنت ستريس اكثر كنقول وناري ما غنوجد لهمش الفطور بكري. هو تكلف بديك الخضره باش غير ينقيها ويساليها غادي نحكها باش نوجد الحشوه. غادي ندوزو دابا للعجين ديال المحنشه ديالنا اللي كتجي صراحه مورقه وكتجي فيها واحد التقرميشه زوينه. غادي نحتاج فيها ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين، كاس ديال الفينو، شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر مع قطيرات ديال الخل وجوج معالق ديال الزيت وربع خماره. هذيك الخماره الحمراء غادي تاخذوا منها غير ربعه البنات صافي وغتخلطوا بالماء عادي. هاد المحنشه ديجا وجدتها في دارنا لهيها وعجباتهم عجبتهم كاملين
وحتى هنايا قلت غادي نوجدها على الله، حيت داكشي ديال الزربه ما نعرف يصدق لك ولا لا. بعض المرات فاش كتكوني مزروبه وجايين عندك الضياف ولا شي حاجه، كل شيء كيخسر لك، حتى شي حاجه ما كتصدق. هذاك الشيء اللي كنت خايفه منه اليوم. الساعه ما وقع والو، الحمد لله راه كل شيء داز مزيان. كل شيء داز مزيان بحال راه فشي مسيحان. صافي البنات غطيتها بالسلوفان وجيت لهنايا مراد، قلت له ينقي لي البصله. هنا كنت نقيت حكيت خيزو وكلشي، بقات لي غير ديك البصيله خاصني باش نشحرها باش نوجد الحشوه نخليها تبرد باش عاد نبدا العمار. جيت دابا كنوجد الحشوه. غتحتاجو فيها جوج بصلات هكا يكونوا مقدودين مقطعين مزيان، يكونوا من الاحسن يكونوا مقطعين رقاقين باش ما تبقاش باينه ديك البصله غليظه. صافي غادي نشحرهم مزيان مزيان في داك الزيت. البنات شوفوا ديك المقله، شكون اللي عنده ديك المقله في الدار؟ صح نور عندنا وحده ولكن مابقيناش كنستعملوها. قولوا لي الا عندكم بحال ديك المقله قولوها لي في لي كومونتير. صافي غادي نزيد عليه خيزو اللي حكيتو حتى هو مزيان. ما لقيتش ديك الحكاكه باش يجي هكا طويل، جا هكا يم معلك ولكن ماشي مشكل. لكن نتوما الا كانت عندكم الحكاكه الاخرى اللي كتخرج هكا الخيزو طويل على شكل هكا طويل، داك الحكان ديالو تيخرج طويل ماشي معلك، ديروها هذيك احسن. صافي غادي نزيد عليها الكفته. نزيدو الكفته قياسكم شحال ما بغيتو. غادي ندير عليها العطريه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال سميتو ديال السكينجبير. كيمشيو ليا العطريه من بعد. صافي غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. الزيت خلاص راكم درتوه في الاول مع مليحه خلاص وشويه ديال الهريسه. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم شويه الحار، انا كيعجبني الحار. حتى هما سولتهم قالوا لي ماشي مشكل راه كيعجبنا الحار، حيت ما نقدرش ندير مني في راسي. صافي غادي ندير هذيك نعلقها مزيان ديك الحشوه صافي، حتى ديك الكفيته تبقاش هكا مكوره. صافي غادي ندير الفرماج. الفرماج غادي تزيدوه حتى الاخر حتى يطيب كلشي، يطيب الكفته البصله خيزو كل شيء طيب. عاد غادي تزيدوا دوك ثلاثه د الفرماجات العاديين ديال درهم وغادي تخليهم هما اللي كيعلقوا لكم ديك الحشوه وكتجي وعاطي واحد البنه زوينه. صافي كتنقصوا البوطه شويه، كتزيدوا دوك ثلاثه د الفرماجات صافي، وكتخليوها تبرد باش كتجي وتوجدوا العجين ديالكم. بالنسبه لهاد العجين غادي نورقوه بحال كنورقوا المسمن بحال هكاك. غادي تورقوهم بحال هكا، ديروا كويرات بحال ديك الطريقه صافي. وغادي تبداو تورقوا باش تحطوا وحده على وحده على وحده باش تبداو تعمروا. بالنسبه لهاد العجين هذا وهاد الحشوه راه كتطلق لجوج، كتخرج جوج محنشات، ولكن انايا مع بغيت ندير وحده نيشان تكون عامره مزيان وكبيره درت غير وحده، وهداك الشيء اللي بقالي درت العجينه اللي بقات لي درت بها عادي مسمن عادي وصافي. هذاك المهم درت بها مليويات عاديين وصافي. صافي دابا بقيت كنحط وحده مور فوق وحده بحال شي مستطيل، ما ديروهاش دايره وديروها بحال ديروها مربعه. درتها على شكل مستطيل كامل، وغادي نبدا ندهنها بديك الصويا صوص وشويه ديال الزيت. اي صويا صوص وشويه ديال الزيت صافي، عندك ديروا الزيت بزاف. صافي غادي ندهنها كامله. هذيك كيعطيها كدير ديك التقرميشه وديك الحموريه، كتعطي التقرميشه والحموريه Thank you.
ما كتلويوها كامله بحال هكايا، كتحنشوها بحال كتلويوها، كتولي بحال شي دويره، وكتحطوها في اللاطه ديالكم ولا في ديك اللاطه الدايره. انا ما لقيتهاش، درت غير في مقله عاديه اللي كنخبزوا فيها الحرشه، درت فيها ديك، لحقاش ما لقيتش هذيك الطاوه الدايره، فما كانش عندي اختيار، كنت ديك الساعه درتها وساليتها صافي. ومن الفوق درت ليها ديك صويا صوص، زدت عليها شويه ديك صويا صوص اللي هي والزيت اللي درت في الاول، زدت عليهم شويه ديال التحميره وصافي، درتها من الفوق وبديت كنقرصها هكا بايديا. فاش تحنشوها وتسالي وقرصوها بيديكم بحال كتقرصوا شي حرشه، يعني عندكم تفزر ليكم وتخرج ديك العماره وصافي. دابا غندخلها للفران. دابا البطبوط، عرفتوا البنات في هذه اللقطه هذه تعصبت ديال بصح، لحقاش كان خصني نخبزو في داك المقله عاديه ديال اللي كنخبزو فيها كلشي، وصدقت كنت دارت فيها المحنشه، لحقاش المحنشه ما كانش عندي فين نديرها، كان عندي داك الطاجين بوحدو صافي، وانا نتعصب حيت ما لقيتش فين نخبزهم. هانتوما غتشوفوا فين غنخبزهم وتموتوا بالضحك. بالنسبه للمقادير ديالو، هاد البطبوط كيجي منفوخ وزوين، هذاك البطبوط الصغير المعمر كيجي من فوق، ما كتحتاجوا فيه لا نيدو لا والو، كتحتاجوا فيه مع زلافه ديال الفينو، زلافه ديال الفورس عادي، جوج معالق ديال سنيده مع معلقه ديال الخميره، كتخلطوهم مع بعضياتهم وتخليوهم على جنب حتى يذوبوا، وكتحتاجوا جوج معالق ديال الزيت صافي. من بعد ما كيذوبوا دوك جوج معالق ديال سنيده ومعلقه ديال الخميره صافي، كتخويوهم على هاد العجينه هادي وكديروا الزيت وصافي، وكتبداو تعجنوا عادي بحال كتعجنوا الخبز، وعاد ما كدلكوهم ما والو. انا بديت كنخلط عليها هكا بالمعلقه في الاول، حتى تخلط ديك العجينه كامله خلطتها مع بعضياتها، عاد بديت عاد درت يديا شويه، بديت كندلكها كنرخفها شويه وصافي، حيت هو انا كنطلعو مرخوف وكيجي منفوخ وزوين صافي. غادي نكمل هاد البطبوط هذا اللي عصبني والله الا عصبني، هو اللي عصبني البنات حيت عطلني بزاف صافي. وغادي نبدا نعجنهم هكايا باش غادي نبدا نطلق ونبدا نخبز باش نعمرهم. بديت كنطلقهم بالدلك وهو يجي مراد قال لي غير حيدي، انا غادي نطلقهم حيت انا في ديك اللقطه مع قربت المغرب ما نقولش لكم، وليت فاطمه الزهراء وحده اخرى صافي، الوجه مشى كلشي مشى، عيني تخطفوا حتى انا ما كنحملش الزربه البنات صافي. هنايا بدا كيقطعهم ليا بهاد القطعه هادي، غير ديك القطايه غير القطايه ديال القرعه صافي، بدا كيقطعهم وغادي نخبزهم البنات في ديك المقله ديال اللي وريتكم في اللول اللي درت فيها الحشوه، تما غادي نخبزهم صافي. تعصبت ديال بصح ما لقيت فين نخبزهم، شي درتو في هذيك المقله شي درتو في الفران، هكا دخلتهم الفران عاديين وخبزتهم عاديين وتنفخوا البنات والله حتى تنفخوا. دابا نوريكم منهم، انا دابا نبدا نعمرهم ونوريكم كيطلعوا ليا صافي. مراد بدا كيدير هاد الطريقه هادي ديالو، ولكن في الاخر غيخسرها، شو كي دار العجينه خبطها مع الارض. هانتوما البنات شنو قلت لكم، خبزتهم غير هنايا صافي. دابا غنبدا نعمرهم. بالنسبه للحشوه البنات غنحتاجوا فيها شويه ديال الخس، شويه ديال الزيتون الطون، وشويه ديال المايز صافي. هادشي باش غادي نعمرها. غادي ندير معها داك المايونيز، انا اللي صايبسو، كنصايبو في الدار عادي بلا بيض بلا حتى شي حاجه، كنت قلت لكم غنوجدو معكم ونسيت، انا خصكم تعطيوني لاصا. دابا نوجدو معكم في الروتين الجاي، غنوجدو معكم ضروري. هانتوما نقول لكم المقادير، غديروا فيه غير بطاطا، نص كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال الخل، وكاس ديال الحليب صافي، وغتخلطوهم وكيجي واعر مع شويه ديال البزار ومليحه صافي. انا دغيا زربت عليكم صافي. غادي نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نبدا نعمر هكايا، ما درت فيها لا ملحه لا بزار لا والو صافي، راه ديك الطون وداك المايونيز هادوك راه صافي راه كافيين، راهم معطرين. هانتوما الخبيزات كيجاوني، خبزتهم في الفران، منهم خبزت في الفران ومنهم الشيء الاخر اللي بقى ليا خبزتو في المقله عادي ديال اللي كاينه في كل دار صافي البنات. وهنيت راسي باش مابقاش معصبه راسي على والو، حيت لا تسنيت هذيك تخرجها غنتعطل بزاف. Thank you.
الناس. المهم الحمد لله ما تحشمتش والحمد لله صدقت كل شيء زوين وكل شيء جا هو هذاك. يعني اول حاجه كما قلت لكم في الاول واخا كديريها شحال من مره وتعاوديها 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 فاش كتجي ديريها وكتكوني محتاجه انا تصدق لك ومحتاجه انا تحمر لك وجهك ديك الساعه تخوي بك وكتصدق لك خايبه. فالحمد لله كل شيء صدق مزيان كل شيء جا زوين خصوصا حتى اللحم. اللحم عجبهم اللحم بزاف عجبتهم حيتاش ما فيهش لا مرقه لا والو كيجي مدغمر وكيجي ناشف ما كيجيش فيه داك قوه المرقه فعجبهم ديك الطريقه عجباتهم الصراحه. وحتى المحنشه اللي درت معكم ديال الكفته وداكشي حتى انا كنت شفتها وعجبتني كنت ديجا جربتها وليت عاودتها ليهم هنايا كنت ديجا جربتها ليها في الدار عندنا وعاودتها ليهم هنا. الحمد لله كلشي جا زوين وكلشي جا هو هذاك وما تحشمناش. بنات عرفتوا فاش كتكونوا في دار عكستكم هكا شي حاجه حتى كيكون فيكم واحد ستريس خصوصا فاش كتدخلوا للكوزينه كتبقاو تقولوا ياك ما عندك ما تصدقليش هذه عندك يبقاو يقولوا لي لا ما تعرفيش ما تديريش خصوصا انا دزت من هذا الشيء عندي واحد الخوف ما نقولش لكم البنات. ايوا صافي الحمد لله يا ربي. فبزاف ديال الناس اللي كيسولوني على فين غادي ندوز العيد واش غنسكن هنايا وداكشي. المهم البنات غنجاوبكم في فيديو كامل على كاع الاسئله ديالكم غنجاوبكم عليها باش حتى شي حاجه ما تبقى. حتى دابا اللي جيت نهضر معاكم في هذا الفيديو ونجي نوضح لكم ونشرح غادي نبقاو هنايا غادي يجي الفيديو طويل خصوصا دابا راه طويل مع هذا الشيء اللي درت معاكم مواصفات كاملين جاو طوالين. وتديسير اللي درت معكم هاجر راه جابنين انا ضقتو وانا نقول لكم جابنين جا زويون الصراحه. فنخليوها الفيديو اخر باش فيه نوضح لكم كامل داكشي اللي بغيتو توضح. ودابا نوض نجمع هاد الروينه هادو شوفوا البنات نوريكم عينو. قلت لكم هاد بيت النعاس هذا عرفتو فيه الغبره خصوصا من هنايا شوف شوف شفتو عرفتي الغبره الغبره ديال بصح وانايا كتقضي عليا الغبره عرفتي كنكون بحال كنعسه في الليل وشي حاجه عرفتي حلقي كنحس به كي بحال فيه شي بخوش ولا فيه شي حاجه كنحس بحلقي غيطير عليا من بلاصتو. فضروري خصنا نخرجوا هاد يعاونني مورات شويه لحقاش راه ثقيل خصنا نخرجوها على برا ونشطبوا هاد ماشي تشطب خصها يتخمل يتخمل ديال بصح لحقاش شحال هادي ما تخمل شحال هادي ما راكم عارفين مني شفتو الصاله الصاله تعطيكم الخبار كامله كانت هي مغبره 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 ديال بصح ومع كيدخلوا ليها الطيور وداك الشيء مع جات على الزنقه وكيدخلوا كيدخلوا هذوك الطيور العصافير فكيرجعوا الدنيا هي حالتها حاله. فغادي نوض عاوتاني حتى هي غادي نفضفضها لحقاش دابا صافي نبقاو ديما نسدو دوك الشراجم محدنا هنايا خصني ضروري نحضي مع الغبره لحقاش تقدي عليا الغبره ديال بصح انا وماما صراحه توحشت ماما قلت لكم انا وماما توحشتها صراحه غير نزيد غير شويه انا زبالي تمشي عند ماما نقول لها جيت عندك عرفتي واحد الدنيا كنشوف فيها لتحت كنشوف دابا كنشوف فيكم في الكاميرا كنولي نشوف لهنايا في الارض كنلقى كلشي مرون كلشي حالته انا شنو هي كلشي حالته هي كلشي هي الغبره هي كلشي عندي حالته ما الغبره ما تتحاملش انا معها الغبره ما كنتحاملوش انا وياها كتقضي عليا. وصافي البنات هادشي اللي كاين كنتمنى يكون عجبكم الفيديو تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه وتكونوا ديك الساعه قولوا لي في لي كومونتير كي جاكم اسمحوا لي رقم قطعت قدامكم هذيك شنو سميتها هذيك المحنشه قام قطعتها قدامكم على وديت نسيت مع جاتنا مع المغرب عرفتي راه انايا درا المغرب قربت تاذن وانا باقا في الكوزينه مع راكم عارفين خصكي حتى اللحم خصو يتنصب شويه بكري ما نصبتوش بكري نصبتو مع الطلا كيف طرت كنت دغيا 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 بالزربه نط باش نصب اللحم حيت هو راه خصو يتنصب قبل المغرب قبل المغرب خصني يكون ناصبه حاطاه يكون مسالي لحقاش كياخذ الوقت مع كيطيب غير في القميله. ما دابا شنو السر فيه ملي كيطيب في القميله ماشي فاش كيطيب في الكوكوط كيجي مدغمر اما في الكوكوط كيجي باقي فيه شي شويه ديال المرقه. فعرفت دركت ديال بصح عييت تديت صافي قدمت السوارت لحقاش ملي كتبداي واحد الحاجه وانتي معطله فيها عسيس كيقضي عليك الوقت الوقت كيبقى يطير بالزربه بالزربه بالزربه. الحمد لله بعدا وجدت شي حاجه للفطور راكم شفتوا شنو وجدت وجدت كل الخبيزات معمرين ديك المحينشه والحمد لله صافي. المهم راهم فطروا اجر وجدت ما يدي سير وكان عندهم شي حوايج
من قبل صافي. وهادشي اللي كاين كنفطر على قد الحال و زعما كون علمني بكري. دابا انا كنبقى نقولها كنقولها هي علمني بكري باش نكون مواجده شنو ندير. دابا ملي كتكوني بحال دابا في دارك بحال دابا انا في دارنا كنكون مواجده في الليل شنو غادي ندير؟ كنكتب في وريقه كنكتب كاع داكشي اللي غادي نوجد للغد ليه، كنشوف في الثلاجه شنو كاين شنو ما كاينش، ماشي صار للغدا نبقى جري 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 ما تنحملهاش هذيك جري جري جري. كنعرفش تلقاوني مقدوفه تلقاوني صافي مساليه صافي البنات هادشي اللي كاين بديت كنشكي عليكم. صافي تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جاي ان شاء الله كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش دوزو عندي الانستغرام اللي هو فاطمه الزهره بيوتي، دوزو عندي الانستغرام راه ديما كنخلي لا ما كنخليش لكم مابقاش في صندوق الوصف، غنخلي لكم دابا في اول تعليق دوزو عندي الانستغرام ديالي. مرحبا بكم كاملين عندي، يلا بالسلامه عليكم وكنبغيكم بزاف بزاف البنات، بالسلامه.